تعزيز المفاهيم الشعبية لقاء أن نعزز دور الشراكة ومفاهيم الشراكة. إذا ما نظرت هذه المصلحة هي العديد، تأتي هذه الزيارة اليوم لتعزيز دور الشراكة ما بين الهيئات المحلية ومؤسسات الدولة وعلى رأسها المحافظة والوزارات، وإن شاء الله نحن في يعني حابين انه هاي الشراكة تتعزز وتكون يعني إلها مفاهيمها وإلها دورها، مش بس احنا يكون اتصالاتنا وتواصلنا فيما بين بعض بس وقت الأزمات، حابين انه تظل على طول ما بيننا الشراكة الحقيقية الواضحة مبنية على خطط ومبنية على دراسات ومبنية على كذا، وان شاء الله انه نتكلل اليوم بالنجاح ويعني نقدر ان نبحث مع جميع مدراء المؤسسات وعطوفة المحافظ بعض القضايا الهامة وعلى رأسها شارع الشعراوية والصرف الصحي والكهرباء والغرفة التجارية وبوابة نزلة عيسى، يعني كل هاي الأمور قيد البحث إن شاء الله اليوم بهذا الاجتماع، وهو يعني برضو خلينا نقول يعني عطوفة المحافظ أول مرة بزور منطقة الشعراوية بشكل رسمي. ضمن خطة مرسومة عندنا في محافظة طولكرم للقاء مع كافة المجالس الخدمات المشتركة في كل المحافظة، هذا بداية المشروع. نبدأ في الشعراوية بوجود كافة الشركاء المعنيين في علاج المسائل أو المشاكل اللي بده يتم طرحها في هذا اللقاء والتحديات المشتركة، سواء للمجلس هنا أو لمجالس أخرى، ولكن إحنا هنا في مجلس الخدمات الشعراوية راح نناقش كافة المسائل، بداية في موضوع الأمني، موضوع الحكم المحلي، موضوع المشاريع والبنية التحتية، المشاكل اللي بنواجهها مع الاحتلال الإسرائيلي، مشاكل التعليم، مشاكل الصحة. وإذا بتلاحظي أنه في هذا الاجتماع موجود كافة الشركاء بما فيهم الارتباط المدني والارتباط العسكري والقائد المنطقة والشرطة والحكم المحلي والصحة وكافة الشركاء اللي لازم يكونوا موجودين. إن شاء الله يعني في نهاية اللقاء راح يكون في عنا تشخيص للمشاكل الحقيقية، وراح يكون هناك توصيات، والتوصيات اللي بنقدر عليها احنا هنا محليا في محافظة طولكرم راح نعالجها اذا كان هناك بعض النشاطات اللي يجب العمل فيها، وتوصيات لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي للي واجب انه الحكومة هي تتبناها.